يقول: دخلت والإمام في الركعة الأولى فرفع من الركوع ولم أدرك هل يجب علي أن آتي بركعة بعد التسليم أم صلاتي تامة؟ إذا رفع الإمام رأسه قبل أن تنحني للركوع وتصل يداك إلى ركبتيك فإنك لا تكون مدركا للركعة، عليك أن تأتي بما فاتك بعد السلام، بعد سلام الإمام تأتي بهذه الركعة بعد سلام الإمام لأنك لم تدركها. أما إذا كبرت تكبيرة الإحرام وأنت واقف ثم انحنيت ووصلت يداك إلى ركبتيك قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدركت الركوع، فعليك أن تطمئن وتقول سبحان ربي العظيم ثم تلحق بالإمام. نعم.